هذا وأجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع المشاركين في المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث أكدوا على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع. منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية والمرأة يعني خدت كتير جدا من حظها في كثير من المجالات، ويكفي الجانب الصحي واهتمام فخامته بكثير من الحملات التوعوية الصحية الخاصة بالمرأة. طبعا هو عنوان المؤتمر وتوقيت المؤتمر مهم جدا، طبعا كل عارف ما يشهده العالم من اضطرابات ومشاكل، ودور المرأة مهم جدا، دور المرأة غاية في الأهمية، لأن المرأة هي اللي بتقود المجتمع. نبقى ظلمنا المرأة لو قلنا أنها نصف المجتمع، بالعكس هي أكتر من كده، عدد النساء أكبر من عدد الرجال، وزي ما ذكر معالي الوزير في الجلسة الافتتاحية أن إذا كان الرجل بيظهر بمظهر القوة ظاهرا، لكن هذه القوة مستمدة مما يلاقيه من رحمة ودفع من المرأة، فدور المرأة مهم جدا، خاصة في الوقت اللي العالم كله بيبحث فيه عن الوعي، بيبحث فيه عن الأمان، بيبحث فيه عن ضبط عجلة المجتمع. الحقيقة المرأة المصرية مكرمة من 7000 سنة، وجاء حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، وتعاليم القرآن الكريم متمثلة في سورة النساء وغير ذلك، لتؤكد دور المرأة وأهمية المرأة في بناء الأمم وفي بناء المجتمعات في السلم والحرب.